في سينما القاهرة، الميعاد في بيته. تيجوا نعمل له زيارة دي؟ عايزين تعرفوا هو مين؟ لا مش هقول لكم، نخليها مفاجأة أحلى. ونحن نقول أنه رجلا هزم الحياة، إنه دون جوان المجنون رشدي أباظر. أرحمه كان إنسان جميل ويتحب أوي 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 أوي، وكان لورد كده. كان يعلم انه النجم الاول في على الشاشه في الشاشه المصريه. هو علاقته بالحريم كانت شياكه، زي ما يكون عامل حارس عليا يعني. كان جميل، انسان جميل. ما تعمليش ابدا اي حاجه غصب عنك. سامي يا جمال حبت رشدي أباظة جدا من هما بيعملوا الرجل الثاني، وقعدت معاه 17 سنة. كانت علاقته بسامي يا جمال وحبه لسامي يا جمال كان لا يضاهيه حب آخر. أنا هنحاجي قدام فن سامية كممثلة دراما عظيمة. فقال لي الزواج التاني ما بيدومش، انت ايه رايك؟ السؤال ده المفروض انه بينحصر في الانسان، والفنان هو ايه؟ او الفنانه هي ايه؟ غير بني ادمين عاديين زي اي بني ادم في الشارع. هيبه التمثيل دي مش هي اللي بتطغى على البني ادم. دي كانت اخر حاجه في جوله النهارده مع سينما القاهره.